ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. بعض الناس اللي بتعاني من زيادة في الوزن وبتبدأ تلتزم بنظام غذائي معين، بتتفاجئ بعد فترة من التزامها انها ما بتنزلش في الوزن او ما نزلش عدد الكيلوات اللي كانت معتقدة انها هتنزلهم، وبتبدأ تسأل انا ليه ما نزلش في الوزن او ايه اللي حصل؟ طيب هل في اخطاء انا عملتها وما اعرفش ايه هي؟ طب ايه الخطوات اللي امشي عليها علشان الدايت يكون ناجح معايا؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها فقرتنا النهارده ان شاء الله مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا شيف. منورنا دايما. بقيت بستنى ان انا اطلع معاكي لسببين. السبب الاولاني فعلا وجودي مع حضرتك بيفرق في حالتي المزاجيه. ربنا يسعدك يا دكتور. السبب الثاني ان انا اكل الاكل بتاعك. يا نهار ابيض، ده شرف لينا. الاكل طعمه حلو بصحه على فكره. يا رب يسعدك يا دكتور، ده شرف لينا والله. خليني اول بس فريق العلاج بتاع حضرتك لازم اشكره. ربنا ان هو بيتناول موضوع النهارده من اهم المواضيع اللي ممكن نتناولها. تمام. ولو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على الثقافه الغذائيه. أيوة. والنظام الغذائي. مظبوط. وخلينا نقول ان الثقافه الغذائيه مصطلح عام واشمل من النظام الغذائي. صحيح. بمعنى اخر ان انا النهارده لو اديتك نظام غذائي وانت ما عندكش الثقافه الغذائيه ممكن تلاقي نفسك انت ما بتنزلش. مع ان انت ما بتاكلش بس ما بتنزلش. عشان كده احنا النهارده هنتكلم على حاجه هي شيء اساسي في الثقافه الغذائيه. طب يعني ايه الاسس اللي المفروض بقى الواحد يلتزم بيها يا دكتور؟ حلو قوي. هنتكلم على حاجات زمان كنا بنعملها ودلوقتي بطلنا نعملها. طب حضرتك وكنا زمان كنا بنعملها على فكره بالفطره. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على عدد ساعات النوم والنوم العميق. زمان كنا بننام كويس 8 ساعات. كنا بننام بدري. صحيح. خلي بالك وبنصحى بدري. صح. كنا بننام بدري لسبب اللي عارفه التلفزيون كان بيخلص بدري. حضرتك لو تفتكر التلفزيون كان 10 11 وكنا بننام وبنصحى الصبح الساعه 6 7. صحيح. فهنا بتفرق لان معروف ان انت لما بتنام بدري وبتصحى بدري بتلاقي ان معدلات الحرق عندك بتزيد. وفي تجربه لو الساده المشاهدين عملوها. لو هو وزن نفسه وثبت، بس هو هيثبت كل الفاكتورز كل العوامل. لو وزن نفسه ونام عدد ساعات نوم عميقه بدري وجي وزن نفسه ثاني يوم الصبح هينزل مثلا كيلو مثلا. أوكي. بدي مثال. لو جه وزن نفسه بس ما نامش عدد ساعات نوم كفايه ونوم عميق هيلاقي نفسه ان هو ما خسش. لان معدلات الحرق معروف ان هي بتزيد مع عدد ساعات النوم اللي هي من 6 ل 8 ونوم عميق. دي رقم واحد. كويس. رقم اثنين ميعاد الوجبات. زمان كان دايما نفطر مع بعض الصبح الساعه 7 ونتغدى. كان وجبه اساسيه يا دكتور. في الساعه 2 و3 دي كان شيء مقدس وكنا الغدا وتلاقي العشاء على الساعه 7 8 بالليل. فاذا انت مواعيد اكلك كانت ثابته. صح. دلوقتي اصبحت مواعيد الاكل مش ثابته. على فكره دي من الثقافه الغذائيه. زمان لو تفتكري تلاقي كل واحد في البيت كان بيعمل حاجه في الاكله. ممكن تلاقي الاب بيعمل السلطه، الام بتحضر الاكل، مشاركه دايما. ده كله من الثقافه الغذائيه. خلي بالك انت بتاهل معدتك، خلي بالك انك هتاكلي. صحيح. يبقى انت لما بترتب اكلك بنفسك ده بيؤهل معدتك وبالتالي ما بيقلل انك تبقى عرضه للسمنه. الميه. دي شيء اساسي وهفكرك بمعادله الميه عشان تعرف عدد الكوبايات. انا ما بكلمش على عدد اللترات. وليه بنقول كوبايات ما بنقولش لترات؟ هنعرف دلوقتي. كنا بنجيب وزنك وتقسمه على 8. يبقى دي عدد الكوبايات اللي انت محتاجها في اليوم على حسب كل وزن كل شخص. انت وزنك 80 تقسم ال 80 على 8 هيطلعوا 10 كوبايات تاخدهم على مدار اليوم. تاخدهم على ايه بقى؟ على مدار اليوم. أيوة. وليهم تقسيمه. صحيح. انك بتاخد سي كوبايتين قبل الفطار، كوبايتين قبل الغداء، كوبايتين قبل العشاء، كوبايتين ما بين الفطار والعشاء، بين الفطار والغداء، وكوبايتين ما بين العشاء، ما بين الغداء والعشاء. يبقى دي ال 10 كوبايات. مش عدد لترات، لان ممكن واحد يقول لك ايه انا بشرب لترين في اليوم بس ايه باخدهم مره واحده. لا، انا عايز اقسم. عايز اقسم. التقسيمه دي ليها فاعليه دكتور. طبعا. ودي لازم نربطها بالايه؟ بالالياف. كويس. لان مهم جدا ان اكلك يبقى فيه الياف. وعلى فكره اول ما اقول الياف ما اقدرش امسك نفسي عن بيستا. لازم اقول بيستا. يعني اول ما اقول الياف لازم اقول بيستا على طول. ايوه. ليه؟ لان بيستا هي مصدر اساسي من مصادر الالياف. الياف طبيعيه بقى يا دكتور. الياف طبيعيه وبصوره سهله. ايوه. يبقى هنا الالياف دي من ضمن الحاجات الاساسيه عشان تظبط وزنك، ودي من ضمن الثقافات اللي احنا مع الاسف الشديد ما بقتش موجوده دلوقتي نتيجه للفاست فود اللي بقى منتشر جدا. وعلى فكره هتلاقي الموضوع ده ما كانش موجود زمان. صحيح. زمان كان اكلنا بيبقى فيه الياف
وكان الفاست فود مش موجود. صحيح. دلوقتي المعادله اتشقلبت بقى الفاست فود موجود والالياف ما بقتش موجوده، وعشان كده بيستا دخلت بتقول لك انا هرجعك لزمان تاني. هرجعك ازاي تاخد الالياف لو سعرات اقل بقى من الطبيعي؟ يعني احنا لو بناخدها في العادي هتبقى سعراتها عاليه يا دكتور. الله ينور على حضرتك. صح كده. على فكره دي بصي، انا في مره قلت لك بيست هتلاقينا دايما بتدينا معلومات. ايوه. حضرتك النهارده اضفت انت معلومه لينا جديده، ايه هي؟ خلي بالك انا هديك الالياف بس ما فيهاش سعرات حراريه. عشان كده لما تيجي تتكلمي على الالياف لازم تقولي بيستا، ولازم تقولي ان هي فيها الياف ذوابه والياف غير ذوابه وبعض العناصر اللي الجسم محتاجها في عمليات الحرق. تمام. الياف يعني انا بتكلم على الشوفان والسيليوم، دي اللي بيسموها الالياف الذوابه، وبتكلم على رده القمح اللي هي الالياف الغير ذوابه. طب ايه علاقتها دي بقى بالرجيم؟ خلي بالك كل ده عاملين نتكلم في ثقافه، ما كناش نظام غذائي. ايوه فاهم. انا بتكلم في ثقافه غذائيه اهو. تمام. احنا نفهم. صح. الله ينور حضرتك. الالياف الذوابه يعني باخدها تنفش في المعده لان هي بتعمل ماده هلاميه، فبالتالي كميه الاكل اللي المعده محتاجاها بتقل. فبالتالي انا قللت السعرات الحراريه اللي انت واخدها. صح كده؟ بصوره طبيعيه. ومش كده وبس، بتحسن من حساسيه الانسولين للجلوكوز اللي موجود في الدم. واتفقنا الجلوكوز ده الزياده منه هي اللي بتترسب على هيئه الدهون. صحيح. شوفوا بيست عملت ايه؟ بيست قللت شهيه. وقللت كميات. دي رقم واحد. رقم اثنين زودت من معدلات الحرق. رقم ثلاثه ان هي بتقلل من امتصاص الدهون. هايل. يبقى هي عملت ثلاث حاجات. دي الاليه اللي هي في الذوابه. نروح للالياف اللي هي الغير ذوابه. ايوه. اللي هي عندنا رده القمح بتتحرك من المعده للامعاء في صورتها، فبتخليك تخش الحمام بصوره منتظمه وطبيعيه. عشان كده البيستا المريض اللي هو عنده امساك ياخد بيستا، وعلى فكره من اول جرعه هيحس باللي انا بقوله لك ده. او اللي عنده مشاكل في القولون عموما، عنده مشاكل في القولون في حياته الطبيعيه. طبعا خلي بالك هو عنده مشاكل في القولون اللي هو بيعاني من الغازات الكتير ده. برضو على فكره اللي بيحمل بقى اللي هو بيسموه هنا النظام الغذائي مش الثقافه الغذائيه بيجيله بيعاني من هذه المشاكل، بس حلت له هذه المشاكل. طيب نروح بقى، اصل انا ما ينفعش البيستا لازم اكملها. أيوة. يعني انت عارفه حماس البيستا وتجربتي ليها فيها برضو ثلاث عناصر تانيين. الكروميوم. أيوة. 500 مللي جرام طبعا. ده بيزود من حرق النشويات، النشويات اللي هي في الاخر بتوصل للصوره بسيطه بتاعتها الجلوكوز اللي هي بترسب على هيئه الدهون في الجسم. الكروميوم. تاني حاجه بتزود من حساسيه الانسولين للسكر. كويس. دي كروميوم اللي هي 500 مللي جرام. واتفقنا ان اكبر تركيز موجود في اي مستحضر داخل مصر موجود في بيستا. كويس. تاني حاجه فيتامين سي. فيتامين سي بيزود من عمليات الحرق، وده الجديد في فيتامين سي، بالاضافه ان هو بيزود من امتصاص الحديد وبيقوي المناعه. نيجي لاخر حاجه الال كارانتين. الال كارانتين ده اللي هو على فكره الال كارانتين ده نوع من البروتينات مش طقم البروتين. وعلى فكره البروتين مهم جدا. ليه بقى؟ لان البروتين بيديك احساس بان الشبع. ايوه. عشان كده في النظام الغذائي لما ادي نظام غذائي بقول لازم تاكل بروتين. ليه ياخد بروتين؟ عشان البروتين بيديك احساس بالشبع. اللي بس عملته لي غير الالي كارانتين بيحرر الطاقه اللي موجوده في العضلات. فبيزود الحرق الداخلي. يبقى بيستا لازم اقول عليها في الاخر ايه؟ ذا بيست. ايوه. ودام قلت بيستا عشان انهي بس حته الالف عشان ارجع تاني للثقافه الغذائيه، الجرعه بتاعتها بسيطه جدا. بتجيب كوبايه ميه، عشان كده انا ربطت الالياف بالميه. مش احنا قلنا لازم نشرب عدد معين من كوبايات الميه؟ ايوه. لا انا هديلك بقى كمان معاها بيستا. يبقى الكوبايه اللي بتاخدها او الكوبايتين اللي بتاخدهم قبل الغداء او قبل الوجبه الاساسيه بتاعتك تحط عليهم بيستا، وخاصه وهي طعمها كويس وطعم التفاح، وتشربهم. يبقى انت عملت ضربت عصفورين بحجر، خدت عدد كوبايات من الميه اللي انت محتاجها في اليوم. الحاجه الثانيه اديتك الياف، فبالتالي هتديك احساس بالشبع ومش هتجوع ومش هتاكل كميات كبيره. طيب احنا بقى ممكن دلوقتي نسال بقى حضرتك، احنا دلوقتي اتكلمنا عن بيستا وقلنا طب اصحاب الامراض المزمنه بقى يا دكتور بالنسبه للبيستا في مشاكل معاهم في اي حاجه؟ لا خالص. خلينا نقول اشهر الامراض المزمنه اللي موجوده ايه. سكر، ضغط، كوليسترول وقلب. اه. واحنا اتفقنا لما نيجي نتكلم على السكر. احنا اتفقنا ان وجود التركيبه بتاعت بيستا بتحسن من حساسيه الانسولين للجلوكوز. فبالتالي بتقلل من نسبه السكر في الدم. كويس. بمعنى اخر ان انت النهارده لو استمرت على كورس بيستا مع شويه رياضه بسيطه، وارد جدا ان تلاقي التركيز بتاع العلاج اللي بتاخده للسكر يقل. كويس. يعني لو بتاخد 10 مللي ممكن تاخد 5. تمام. انك ايه؟ رياضه وتستمر على كورس بيستا، لان انت مستمر على كورس بيستا انا قللت لك السكر بصوره غير طبيعيه. هي. طيب احنا حضرتك استكمل الاول. بس بالنسبه لمريض القلب اللي هو الكوليسترول، اتفقنا. أيوة. الالياف بتقلل من نسبه الكوليسترول في الدم. هي. بالتبعيه مريض الضغط نفس القصه.
كويس جدا. طيب احنا دلوقتي معانا تقرير او معانا حاله استاذ علي ليه يعني تجربه مع بيستا. خلينا نروح مع حضرتك نشوف استاذ علي كانت تجربته ايه ونرجع نستكمل مع دكتور علاء ان شاء الله. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمدة طويلة. وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة إنه يجرب بيستا. ورجعنا لحضراتكم بعد تقرير أستاذ علي. طبعا حضرتك شفت معانا التقرير يا دكتور. بس أنا عايز أزود كلمة على كلمة أستاذ علي. اتفضل. لو أي حد عايز يخس بصورة طبيعية وصحية يستخدم بيستا. طيب هسال بقى حضرتك شويه اسئله مهمه حياتيه بالنسبه لنا جدا. طبعا احنا وقت ما بنعمل يعني دايت او ريجيم او بنقنن حتى كميات الاكل بتاعتنا دايما بيبقى فيه امور اخرى بتاثر علينا، سواء بقى الناس اللي هي بتتاثر زي السيدات اللي زينا كده، بيبقى الوش بيبان، الشعر بيتاثر كتير لانه بالفعل نسبه الفيتامينز اللي داخله ما بتبقاش هي بنفس الكم يعني. تمام. فاحنا عايزين نتكلم عن الكورس ونعرف الناس احنا ليه حاطين البيستا مع الالبومالتيمين. برضو دي نوع من انواع الثقافه الغذائيه. تمام. بنتكلم على فيتامينات، بس هو المصدر الاساسي للفيتامينات على فكره الفواكه. تمام. وبناخد الفواكه قبل الاكل، دي برضو من ضمن الثقافه الغذائيه. طب وبالنسبه للخضروات الورقيه عشان ابقى فاهمه القصه دي. الخضروات الورقيه بتديك احساس بالشبع. حلو قوي. تمام. كويس. تمام. فبنتكلم على فيتامينات ومعادن، بنتكلم على فواكه قبل الاكل. كويس. ودي من الثقافه اللي احنا نفتقدها. تمام. تعودنا دايما ناكل الفواكه بعد الاكل. بعد الاكل. بس انا عشان كده بقول لك خد القلب مالتيفيت ايه بعد الاكل. تمام. بعد الفطار. فهمت. بديك فيتامينات ومعادن عشان يدي باور وطاقه لانه. تمام. بعد الفطار. تمام. من ضمن ما انا بقول لك هي كلها ثقافه غذائيه. ثقافه غذائيه صح. دايما بننصح الناس اللي عايزه تخس الفاكهه تبقى قبل الاكل مش بعد الاكل. طب ممكن. طيب. نستسمح ناخد مروه معانا يا دكتور. ماشي. طب اهلا وسهلا يا مروه. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ازيك يا استاذه مروه؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك يا رب. الله يخليك. هو انا استعملت منتج بيستا دوت وجاب معايا نتيجه حلوه قوي 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 بجد. بس يعني انا ما يعني استعملت النص بادجت مش البادجت كله. طب هو حضرتك كنت حابه تنزلي اصلا في الوزن يعني كم كبير ولا حضرتك خدتيه ليه اصلا؟ انا خدته علشان انزل. تمام. تمام. وحضرتك وصلتي للوزن اللي انت عاوزاه في الفتره دي؟ بصي هو انا اخدت نص كورس. تمام. قلت اجرب الاول واشوف هو هيعمل معايا ايه. كويس. بصراحه خدت كيسين، واحد قبل الفطار وواحد قبل الغداء بربع ساعه. كويس. وبعدهم بشرب كوبايه ميه كبيره قوي. كويس. فده كان في حد ذاته بيملى معدتي، ما بقدرش ان انا افطر يعني. بس يعني تأكلي. كنت بحاول ان انا باكل برضه يعني بحاول ان انا اكل برضه. كويس. يعني بس انا كنت ماشيه على نظام ريجيم. بس هو كان اساسا العلاج اللي انا باخده دوت ما كانش محسسني ان انا جعانه يعني، حتى عملت ما عملتش ريجيم مش حاسه ان انا جعانه. اوكي كويس. تمام. بس نزلت حبه حلوين يعني، نزلت شويه كويسين يعني. انا كنت 106 بعدين نزلت ال 104. كويس. 104 بقى ابتديت اخد بيستا. تمام. لحد ما وصلت 96. ما شاء الله كويس جدا. تمام. طيب السؤال بقى حضرتك عايزه تقولي يعني انت كده وصلتي للوزن اللي انت حباه، فانت عايزه يعني انا لسه مكمله. انا لسه بكمل. هتكملي. تمام. تمام. طب في اي سؤال معين استاذه مروه؟ انا بس عايزه اسال الدكتور هل انا ماشيه كده صح ولا ازود في الجرعه ولا اعمل ايه؟ حاضر يا فندم. بس انا ما بتعشاش يعني، انا عن نسبه العشاء دي انا ما بتعشاهاش. طيب حاضر حبيبتي، بشكرك جدا لمداخلتك استاذه مروه نورتينا. طب يا دكتور هي بتسعى بتاخد وجبه الثقافه الغذائيه. ايوه ان مبقاش في عشاء. ايوه خلينا نتكلم. هي نزلت ونزلت صح. عارفه نزلت صح ليه؟ هي نزلت دهون مش ميه.
أيوة. لان احنا ما بنديش اي بيست ما فيهاش اي حاجه تنزل ميه. تمام. بيست بتشتغل على الدهون. بيشتغل على الدهون يعني. هي من 104 ل 96 دهون مش ميه. خلي بالكوا في مشكله بتواجهنا ساعات، يجي العيان انا عايز انزل في اول شهر مثلا 10 12 كيلو، هو مش عارف ان ده مش كويس برضه. النزول السريع ده مش حلو. انا عايز انزلك دهون مش ميه. ايوه. فبيست بتشتغل على الدهون مش بتشتغل على الميه. كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي بتقول اكمل. على فكره بيستا ممكن زي ما اتفقنا ان هي تبقى اسلوب حياه. لان انت بتاخد حاجات طبيعيه. وعلى فكره بيستا حتى الناس اللي محتاجه تثبت وزن بتستخدمه. كويس. انت تتعود قبل الغداء حط، خد الباك وحطه. كانك بالظبط على فكره كانك كلت رغيف عيش. كويس. العيش السن. بس انا ادولك بصوره مقننه بجرعه انت محتاجها وبالتالي وبطريقه صحيه وسهله جدا. صح. خاصه ان هو كمان طعمه قبلتابل، يعني طعمه مستساغ مقبول. تمام. فانا هنا بقول للاستاذه مروه انت نزلتي صح اللي هو الدهون، واستمري عليه. تمام. حتى لما توصلي للوزن بتاعك اللي المفروض تنزليه عن طريق المعادله بتاعت مؤشر الكتله اللي هو الوزن على مربع الطول، لو اقل من 25 انت بتثبتي بقى. تثبتي يعني تفضلي ماشيه عليه، مفيش اي مشكله خالص، مفيش منه ضرر. هي بتقول ان هي بتاخده قبل الاكل. واعتقد بعد الاكل حاجه كده. بس وجبتين. هل هي بتقول ممكن تزود تاخد ثلاث مرات مثلا على انها ما بتاكلش وجبه العشاء؟ بص احنا دايما في بيستا بنقول ايه، انت بتاخده قبل الاكل بنص ساعه في الوجبات بتاعتك اللي انت بتاكل فيها كتير. تمام. يا رب لو تاكل 10 وجبات تاخد البيستا قبل 10 وجبات. تاكل وجبه واحده يبقى بتاخد قبل الوجبه. يبقى احنا كده البيستا والمالتي فيت، طب يحصلوا عليه ازاي يا دكتور؟ سهل جدا، ايام عن طريق التليفونات اللي موجوده على الشاشه. ايوه. يتصلوا، وبرضه دايما اقول كلمه السر عظيمه. اكيد. شكرا يا دكتور. الحاجه الثانيه يا اما موجود في بعض السيارات الكبرى. تمام. او الليل بمالتي فيت او بيستا. تمام. يعني انت وانت بتتصل ممكن تقول لهم انا والله موجود في المحافظه الفلانيه، موجود في السيارات دي، هيقول لك موجود في السيارات الفلانيه، هتروح هتلاقيه. تمام. يعني الموضوع بقى سهل، لاقرب مكان لحضراتكم في اي محافظه حضراتكم فيها. سهل جدا جدا جدا. طيب يا دكتور، انا طبعا يعني الاسئله مهمه. طب اخر بقى سؤال سريعا عشان الوقت. وقت ممارسه الرياضه امتى يبقى بالظبط احسن وقت؟ طبعا انسب وقت لممارسه الرياضه هو الصبح. الصبح قبل الاكل. تمام. وخلي بالك احنا لما نيجي نعمل حلقه عن تغذيه الرياضيين هنا. ايوه. عشان احنا في قناه الاهلي هنتكلم ده من ضمن الحاجات المهمه. وتشرب الميه قد ايه؟ كويس. ان هي ليها قصه كبيره. ليها يعني. طبعا ليها معادلات معينه، ولكن خلينا نقول ان انسب وقت لممارسه الرياضه الصبح. طب انا ظروفي ما بسمحش الصبح. يبقى تخليها المغرب. المغرب ليه؟ هتبقى اتغديت بقالك ساعتين وقدامك العشاء ساعتين. ايوه. انما ما ينفعش تاكل وتروح تمارس رياضه وتلعب رياضه. ده كلام مش مظبوط. هايل. انا طبعا بشكرك كده بجد والله. والله دايما في اضافات جميله يعني مع حضرتك، واجابات حضرتك على الاسئله الخاصه بالمشاهدين. ميرسي. طبعا اسمحوا لي اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده، دكتور علاء الدين احمد، اخصائي تغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا دكتور علاء. شكرا. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. تحياتي لحضراتكم كل من يشاهد فقرتنا وحلقاتنا في قناه الاهلي، تحيه لحضراتكم. وطبعا في نهايه الحلقه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. وسلام عليكم. وعليكم السلام.